إذن مشاهدين الأفاضل مستمعين الكرام، التواصل مستمر والانطلاقات مستمرة ضمن انطلاقات هذا السباق الصيفي المخصص للمفاريد، وينطلق الشوط 13 المخصص للإبكار المفاريد في مجمل الأشواط وتعدادها. نبدأ وإياكم ونرحل سريعا مع مقدمة الشوط لناخذ المركز الأول. المركز الأول سيرة لناصر بن محمد بن ناصر المري، من ينطلق مع سيرة ويقدمها مع المركز الأول. للمركز الثاني القدوم والوصول، القدوم من الوذنة لحمد بن جابر بن علي بن جرحب المري، من يقدم الوذنة بهذا الانطلاق المتميز والرائع والأكبر من رائع. المركز الثالث القدوم والوصول من قبل افتكار لحمد بن علي بن سالم الجربوعي المري. والمركز الرابع القدوم والوصول من قبل ضبية لمحمد بن راشد بن محمد الجفالي النعيمي. والمركز الخامس القدوم من عزايم لعلي بن بخيت بن عويضة بن هلال العذبه المري. هذا هو النداء الاول للمراكز الخمسه الاولى المندفعه والباحثه عن الناموس والانتصار. نعود الى بن جرحب وانطلاقه بن جرحب مع الوذنه محمد بن جابر بن علي بن جرحب المري، من يقدم الوذنه وصل الدعيه. يا سلام يا سلام، الفائزه العلي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعيه، من يقدم لنا مشاهدين الأفاضل الفائزة. هذا هو شعر اسعفة، من انتزعت المركز الأول في الشوط الذي مضى له الشوط 11. انطلقت مشاهدين الكرام الفائزة الفائزة الفائزة. يا سلام يا دعية، من يقدم الفائزة؟ شعار نعم مشاهدين الأفاضل الفائزة وشعار بارود. انطلقت الفائزة، تهانينا والناموس لمالك الفائزة علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية على هذا الفوز، والتهنئة موصولة للجد. مشاهدين الكرام من هنا من أرضية هذا الميدان، تهانينا والناموس لمالك الفائزة علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية على هذا الفوز المستحق والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني سيرة لناصر بن محمد بن ناصر المري. والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت هيبة لمحمد بن مبارك بن سالم بن جابر المري. المركز، المركز الرابع مشاهدين الكرام الطاغية لعلي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. والمركز الخامس، المركز الخامس مثيرة لحمد بن هادي بن حمد البريدي المري. مشاهدين الأفاضل مستمعين الكرام، شاهدنا وإياكم انطلاقة الفائزة مع هذا الأداء المتميز والرائع، وانفجأتنا عند الأمتار الأخيرة. هذه هي الفائزة تشاهدونها، قاطعت المسافة في دقيقتين 22 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني اللي هي وصلت سيرة، قطعت المسافة في دقيقتين 23 ثانية 18 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن ناصر المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت هيبة، قطعت المسافة في دقيقتين 23 ثانية و22 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن سالم بن جار الله المري، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.